شباب الأعزاء في مساق المحاسبة الإدارية باستخدام الحاسوب، مرحبا بكم. في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن الفصل السابع وهو الـ Incremental Analysis، التحليل التفاضلي. بداية في عندنا Chapter Preview. بشكل عام Important and Important Purpose of Management Accounting is to provide the managers with relevant information for decision making. بمعنى أهمية أو غرض المحاسبة الإدارية هي تزويد المدراء بشكل عام with relevant information for decision making، بمعنى عندي المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار. وبشكل عام أنا بهمني بشكل كبير تزويد المدراء بمعلومات تساعدهم باتخاذ القرار، بمعنى أنه هناك نوع آخر من المعلومات يسمى irrelevant، غير ملائمة for decision making، لاتخاذ القرار، لكن راح نتعرف عليها بشكل أكبر خلال هذا الفصل. بداية في عندي chapter outline وفي عندي learning objective، نحكي على الأهداف التعليمية المتعلقة خلال هذا الفصل. بداية عندي مجموعة من الأهداف التعليمية، 6 أهداف، وعملية قياس أو عملية تطبيقها من خلال بعض الأمور المتعلقة بها. بداية learning objective number 1 describe management decision making process and incremental analysis، بمعنى وصف عملية اتخاذ القرار وبالإضافة للتحليل التفاضلي من خلال عملية قياس. هذا الهدف التعليمي من خلال أولا تعرف على Incremental Analysis Approach، منهج التحليل التفاضلي، How Incremental Analysis Work، كيف بيعمل نظام التحليل التفاضلي. بالإضافة عندي Qualitative Factors، عندي عوامل يسموها نوعية. بالإضافة عندي Incremental Analysis and ABC. فيما يتعلق بمحاسبة التكاليف، في عندي نظام تكاليف يسمى نظام التكاليف مبني حسب الأنشطة، بسموه Activity Based Costing System. وبالتالي شو دور الانكريمنتال اناليسيس بالاضافه مع نظام التكليف اللي عندي هو الاي بي سي. بالاضافه نتعرف على انواع التحليل التفاضلي، تايبس اوف انكريمنتال اناليسيس. وبالتالي هذا راح يكون هدف التعليم الاول. الهدف التعليم الثاني راح نقوم بعمليه التعرف او التحليل، analyze the relevant cost in accepting an order at special price، بمعنى راح نقوم بتحليل المعلومات او التكاليف الملائمه من أجل عملية قبل أو قبول أمر إنتاجي عند سعر خاص. كيف يعني؟ أحياناً بيجيني أمر إنتاجي إن أقوم بإنتاج منتج معين ضمن تكلفة معينة، لكن بشكل طبيعي أنا ببيع المنتج أو تكلفة المنتج عليه هي على سبيل المثال 20 دولار. فأحد الأشخاص أو أحد العملاء تلاقيه على سبيل المثال خارج الدولة بده يقوم بشراء هذا المنتج وبسعر على سبيل المثال 18 دولار، بمعنى إنه أقل من التكلفة اللي بتكلفني بشكل عام. وبالتالي هل يجب أن قبول أمر الإنتاجي أم لا؟ لكن عملية قبول accepting the special order with the special price راح نجيها في المحاضرات القادمة بإذن الله. وراح نركز كمان على نقطة معينة هي available capacity، بمعنى الطاقة الإنتاجية المتاحة، القدرة الاستيعابية المتاحة عندي داخل الشركة. عند هدف التعليم الثالث analyze the relevant cost in make or buy decision، بمعنى تحليل التكاليف الملائمة في عملية تصنيع أو شراء قرارات الشراء. على سبيل المثال إذا نيجي على شركات السيارات بشكل عام، شركات السيارات ما بتقوم بتصنيع السيارة من A to Z، بمعنى هي ما بتقوم بتصنيع الإطارات، ما بتقوم بتصنيع الزجاج، ما بتقوم بتصنيع المقاود الداخلية، ما بتقوم أحيانا بتصنيع الفرش الداخلي أو أنظمة الصوت داخل السيارة. ليش؟ لأنه أحيانا بتكون عملية إنتاج هاي القطع بتكون مكلفة جدا بشكل كبير، وبالتالي شركات السيارات بتلجأ بشكل عام إلى عملية شراء الأجزاء بشكل عام من شركات أو موردين آخرين. وبالتالي قرار إن أقوم بتصنيع make or buy هذا راح يمر معنا خلال الفصل. وبالتالي عندي make or buy، وبالإضافة في عندي opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة، راح نتطرق لها خلال المحاضرة بإذن الله. الهدف التعليمي الرابع analyze the relevant cost and revenues in determining whether to sell or process material further، بمعنى تحليل التكاليف الملائمة بالإضافة الإيرادات من أجل تحديد إما بيع المنتجات أو أقوم بعملية معالجة للمواد بشكل إضافي بدون بعدك أبيعها في نقطة معينة. طيب راح نتطرق لها من خلال يكون عندي single product case أو multiple product case. لما نيجي نحكي بشكل عام، لما شركات بتقوم على سبيل المثال نحكي على multiple product case، إنه الشركات لما تقوم بشراء الحليب الخام من أحد المزارع الألبان، وبالتالي بتقوم بعملية معالجة، وبالتالي راح يطلع عندي منتجات مختلفة. نفس الآلية لما تقوم بعض الشركات
وبنحكي عن شركات تكرير النفط هي اللي بتقوم بشراء النفط وبالتالي بتقوم بعملية معالجة وبالتالي بيطلع عندي منتجات مختلفة من حيث الكاز، الديزل، البنزين إلى آخره من المشتقات النفطية. طيب هاي الحالة أنا اشتريت منتج أساسه هو النفط الخام وقمت بعملية معالجة وبالتالي راح يصير عندي منتجات مختلفة، وأحيانا بيكون عندي منتج معين، وبالتالي إنه اللي بصير عندي إنه هل يجب أبيع المنتج بالصيغة الأساسية ولا أقوم بعملية معالجة إضافية، وبالتالي حيطلع عندي منتج أحيانا بيكون قيمته البيعية جدا مرتفعة أو حجم الطلب عليه جدا مرتفع. إذن هذا في الهدف التعليمي الرابع. عندي learning objective number 5 analyze the relevant cost to be considered in repairing, retaining or replacing equipment. بمعنى تحليل التكاليف الملائمة من أجل أخذ بعين الاعتبار إما إصلاح أو احتفاظ أو replace or replacing equipment، بمعنى استبدال المعدات. أحيانا بشكل عام إنه داخل الشركات بكون في عندي بعض المعدات بحاجة إلى إصلاح، بحاجة إلى استبدال أو احتفاظ بها لفترة زمنية معينة، وبالتالي قرار إني أحتفظ بها أو إصلاحها أو فيما يتعلق باستبدالها راح يمر معنا خلال هدف التعليم الخامس، من خلال في موضوع هو repair, return or replacement، وبالإضافة راح نتعرف على مصطلح يسمى sunk cost وبمعنى التكاليف الغارقة. وعندي الهدف التعليمي السادس وهو analyze the relevant cost in deciding whether to eliminate an profitable segment or product، بمعنى تحليل التكاليف الملائمة من أجل اتخاذ قرار فيما يتعلق في إزالة الأجزاء الغير مربحة أو المنتجات غير مربحة. بشكل عام بتلاقي أنه في شركات كبيرة تم إغلاق قسم معين داخلها أو تم إيقاف إنتاج منتج معين، الغاية من ذلك لأنه هذا القسم أو هذا المنتج غير مربح. طيب كيف نتخذ هذا القرار؟ راح يمر معنا بإذن الله خلال الهدف التعليمي السادس. وبالتالي من خلال تطرق unprofitable segments في عندي الأقسام أو الأجزاء الغير مربحة، avoidable fixed cost من خلال تجنب التكاليف الثابتة، وبالإضافة تأثير of contribution margin وهو تأثير هامش المساهم. هذا بشكل بسيط chapter outlines أو الأهداف التعليمية المتعلقة خلال هذا الفصل. طبعا عملية اتخاذ القرار decision making and incremental analysis، بمعنى اتخاذ القرار والتحليل التفاضلي. بداية making decision is an important function management function. Management deciding making a process does not always follow set patterns because decisions vary significantly in their scope, urgency and importance. It's possible though to identify some steps that are frequently involved in the process. بمعنى لما عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة هي عملية جدا مهمة، لكن عملية اتخاذ القرار ما في نمط معين إني أمشي عليه، وبالتالي does not always follow set patterns because decision very significantly in their scope. بمعنى إنه ما في عندي نمط معين إني أمشي عليه حتى أتخذ قرار معين، لأنه اتخاذ قرار معين بيختلف في موضوع معين بيختلف عن موضوع آخر. وبالتالي لما تحدثنا إنه على سبيل المثال لما تحدثنا في الأهداف التعليمية إنه في عندي من خلال قبول أمر إنتاجي بالإضافة إني أقوم بعملية معالجة إضافية أو أقوم ببيع المنتج بصيغته الأولية، بالإضافة إنه استبدال المعدات، وبالتالي راح تلاقي إنه في عندي أنماط مختلفة، وبالتالي ما في عندي نمط فعليا إني أمشي في خطوات معينة لحتى أتخذ قرار. وبالتالي لكن في عندي بعض المعلومات أو بشكل عام في عندي بعض الخطوات لازم أمشي عليها لحتى أتخذ قرار مناسب، لكن ما في مشكلة إلها نمط معين. بشكل عام من خلال الشكل 7-1 في عندي number 1 identify the problem and assign responsibilities، بمعنى تحديد المشكلة وتعيين المسؤولية. كيف يعني؟ بنقوم المشكلة اللي عندي لما يجينا أمر إنتاجي إنه على سبيل المثال مطلوب إني تصنيع منتج 10,000 وحدة بسعر تكلفة معين، وبالتالي وين المشكلة اللي عندي؟ هل أنا بقدر أتعامل مع كمية الإنتاج المطلوبة؟ النقطة الثانية، هل السعر اللي أنا حصلت عليه عرض السعر مناسب ولا أقل من التكلفة ولا راح أحقق ربح منه أم لا؟ وبالتالي الهدف في أي مشكلة أو في أي اتخاذ قرار إني أحدد المشكلة. بعد ذلك determine and evaluate possible courses of action، بمعنى بنقوم بتحديد وتقييم الخيارات المتاحة عندي من أجل اتخاذ القرار المناسب. بتلاقي على سبيل المثال بشكل عام لو جينا شخص بده يقوم باستخدام سيارة معينة، ففي عنده two options. الoption number one أو choice number one إنه يقوم باستئجار سيارة
أو على سبيل المثال يقوم بشراء سيارة، وبالتالي عنده مجموعة من الخيارات، وبالتالي بدنا نصير نقوم بعملية تقييم هاي الخيارات لحتى نختار البديل الأفضل. وبالتالي هذا هو الأساس اللي بقوم عليه الإنكريمنتال أناليسيس، هو اختيار البديل الأفضل من مجموعة من البدائل، لكن بطريقة علمية ومحاسبية صحيحة. وبالتالي عملية تحديد وتقييم الخيارات المتاحة عندي. النقطة الثالثة make a decision بمعنى اتخاذ القرار. زي ما نلاحظ عندي في الشكل اني اختار على سبيل المثال القرار B choice number B، وبالتالي راح اقوم بعملية الغاء الخيارات لانه اخترت افضل بديل. لكن في عندي النقطة الرابعة وهي review results of the decision. عملية اتخاذ القرار غير كافية، بدنا نقوم بعملية تقييم وبالتالي عملية مراجعة، بناخذ الفيدباك من خلال اختيار البديل اللي اخترته أنا، اختيار على سبيل المثال choice number B or choice B. وبالتالي لما اختار الخيار B بالتالي بدنا نقوم بعملية تقييم له لحتى نشوف أي أفضل بديل في المستقبل يمكن الاستناد عليه. وبالتالي تحدثنا عنها بشكل كبير. طيب in making business decision management orderly considers both financial and non-financial information. وبالتالي عملية اتخاذ القرار بشكل عام الإدارة تهتم بنوعين من القرارات المالية، في عندي financial information عندي المعلومات المالية، وفي عندي non-financial information معنى المعلومات الغير مالية. طيب شو الفرق بيناتهم؟ رح نيجي عليهم الآن. financial information is related to revenue and cost and their effect on the company overall profitability. بمعنى لما يجي نحكي فيما يتعلق بالمعلومات المالية هي المتعلقة بالإيرادات والتكاليف بالإضافة تأثيرها على ربحية المنشأة بشكل كامل. لكن لما يجي نتحدث عن non-financial information نحكي عن المعلومات الغير مالية هي المتعلقة such as نقدر نحكي related to such factors as that effect of the decision on a plea turnover, the environment or the overall image of the company in the community. وبالتالي هي ليست لها علاقة بالتكلفة أو بالإيرادات زي ما تحدثنا عنها قبل قليل في الـ financial information. وبالتالي المعلومات الغير مالية هي المتعلقة في العوامل المتعلقة في اتخاذ القرار مثل معدل دوران العاملين. وحكينا أنه في عندي بسموه قبل قليل حدثنا في عندي عوامل بسموها كمية نوعية، عندي quantitative وفي عندي qualitative factors. فلما يجي نحكي عن qualitative فبتيجي بنحكي هون بشكل أساسي تحدث عنها قبل قليل، هنا تحدثنا قبل قليل عن qualitative هي بسموها العوامل النوعية بمعنى بتستند على بيانات وليست على أرقام. qualitative هون بنحكي عن إيش؟ عن qualitative factors، وبنحكي هون بشكل quantitative كميات، وبالتالي بنحكي عن بسموها البيانات المالية أو المعلومات المالية أو العوامل المالية زي ما نتحدث عنها قبل قليل. وبالتالي في عندي qualitative وفي عندي quantitative. وبالتالي الـ financial information is related with quantitative بمعنى نحكي عن العوامل الكمية. الـ non-financial information هي متعلقة بالـ qualitative، هي بيانات بسموها نوعية. على سبيل المثال معدل دوران العاملين. طيب شو معدل دوران العاملين؟ بشكل عام داخل الشركات بيقوم بتعيين أشخاص أثناء أشياء ما يقوم بعملية أمر إنتاج أو بيقوم بتعيين حتى يقوم بعملية الإنتاج. فعلياً كل ما ارتفع معدل دوران العاملين بيكون تأثيره سلبي على الشركة، بمعنى انه انا ما بحتفظ بعاملين بشكل كبير. لما ما بحتفظ بالعاملين بالتالي انا بفقد المهارة او بفقد العاملين بعد تدريبهم بفترة معينة. وبالتالي اذا كان عندي موظف بيشتغل اقل من مدة سنة وبعد ذلك بترك الوظيفة عندي يروح على شركة اخرى، بالتالي انا في عندي هون مشكلة، يجب الاحتفاظ بالعاملين لانه بعد 6 شهور بيصبح العامل بيمتلك مهارة كافية لحتى يقوم بعمله بأفضل وجه وبقل عسي مثال بأقل فاقد أثناء عملية إنتاجية. وبالتالي بهمني كمان عند البيانات بسموها non-financial information المعلومات الغير مالية مثل معدل دوران العاملين. كمان البيئة بهتم فيها بشكل كبير، كمان صورة الشركة بشكل عام ضمن المجتمع بهمني بشكل كبير. وهذا نوع تحدثنا عنه في chapter number 1 لما تحدثنا عن corporate social responsibilities، نحكي عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، شو مدى مساهمة الشركة لدى في المجتمع. وبالتالي هل نقوم على سبيل المثال بتقديم مساعدة للمجتمع، هل إن دور في المساهمة في المجتمع بشكل عام. وبالتالي يعتبر موضوع جدا كبير. لما نيجي نتحدث عن non-financial information نيجي نحكي عن معدل دوران العاملين، نحكي عن البيئة
والبيئة أصبح موضوع جدا كبير. في موضوع حد الآن عندي CSR يسموه Corporate Social Responsibility، وبالإضافة في عندي ESG Score وهو يعتبر Environment Social Governance، وموضوع بتحدث بشكل أكبر عن حوكمة الشركات وعن البيئة وعن المجتمع بالإضافة للعاملين داخل الشركات. فموضوع جدا كبير ويأخذ بكون عندي مهتم بشكل كبير في المجتمع. أحيانا بعض الشركات بتقوم بإلغاء عملية بجوز تكون مربحة جدا كبير، لكن راح ينعكس عندي على البيئة وعلى المجتمع، وبالتالي بتلاقي أنه الشركات بشكل عام بتقوم بمساهمة في المجتمع من خلال إنشاء الحدائق، دعم الأنشطة الرياضية، بالإضافة الآن دعم الأنشطة الثقافية. وعلى سبيل المثال لما يجي نتحدث فيما يتعلق في البنك العربي أو في البنك الإسلامي أو في شركة البوتاس، دورهم في المجتمع بيكون جدا كبير من حيث تقديم التبرعات بالإضافة للمساهمة في نظام التعليم إلى آخره بشكل عام. راح تلاقي إذا نرجع للتقارير السنوية المنشورة في بورصة عمان، راح تلاقي أنه كل شركة إلها دور في المجتمع، وبالتالي يعتبر مسؤولية اجتماعية أمام المجتمع بشكل عام. طيب الآن راح نتحدث عن Incremental Analysis Approach، منهج التحليل التفاضلي. فبداية Decisions involve a choice among alternative courses of action، بمعنى اتخاذ قرارات أو تضمن قرارات في اختيار بديل أفضل من مجموعة من البدائل. وعلى سبيل المثال suppose you face the personal financial decision of whether to purchase or lease a car. نفترض أنك واجهت مشكلة مالية شخصية، إما بتقوم بشراء سيارة أو استئجار سيارة. هذا بشكل بسيط. The financial data relate to the cost of leasing versus the cost of purchasing. وبالتالي عند البيانات المالية هي المتعلقة بتكاليف إما استئجار السيارة أو مقارنتها بتكاليف شراء السيارة. فعلى سبيل المثال for example leasing involves periodic lease payments. Purchasing requires upfront payment for of the purchase price. لما نقوم باستئجار سيارة احنا مطلوب من ندفع دفعات بشكل فترة دورية، أسمي مثلا كل في نهاية شهر أدفع أسمي مثلا تكلفة استئجار سيارة، وبالتالي راح أدفع مبلغ جدا بسيط مقارنة لما أقوم بشراء سيارة. على سبيل المثال أن السيارة مطلوب مني upfront payment، أنه دفع مقدما من السيارة، وبالتالي يمكن دفع المبلغ إما بالكامل أو على شكل دفعات. وبالتالي راح تلاقي أنه في عندي قرار فيما يتعلق بالبيانات المالية أنه أدفع بشكل جزئي وبالتالي أو أدفع مبلغ كبير أو أدفع مقدما وأحد أشتري السيارة. هذا عندي قرار، وبالتالي راح تلاقي أنه عندي مجموعة من البيانات أو المعلومات اللي بتهمني لحتى أتخذ القرار المناسب. In other words, the financial information relevant to the decision are the data that vary in the future among the possible alternatives. بمعنى آخر أن البيانات المالية الملائمة لاتخاذ القرار هي البيانات اللي بتكون واسعة في المستقبل vary in the future مقارنة ما بين مجموعة من البدائل among possible alternatives. The process used to identify the financial data that change under alternative courses of action is called incremental analysis. وبالتالي العملية المستخدمة في تحديد القرارات المالية اللي بتقوم تستند على التغير في مجموعة من البدائل يسمى incremental analysis. طبعا في عنا مصطلح آخر بسموه differential analysis وهو التحليل التفاضلي. كمان عنا مصطلح آخر alternative terminology incremental analysis is also called differential analysis because is or the analysis focus on differences. بمعنى هي بتستند بشكل أساسي على إيجاد الاختلاف بين مجموعة من البدائل. In some cases you will find that when used incremental analysis both cost and revenues vary. In other cases only cost or revenue vary. بمعنى انه في بعض الاحيان لما يجي التحليل التفاضلي ممكن بستند انه اقارن ما بين التكلفة والايرادات، وفي بعض الحالات فقط باخذ بعين الاعتبار التكاليف او بمعنى اخر الايرادات، وبالتالي اللي بستند عندي في هذا القرار هو قرار اني اشوف البديل الافضل اللي بناسبني. وبالتالي إن أقوم باستئجار السيارة أو بشراها بيستند إلى مجموعة من البدائل، التكاليف على سبيل المثال، المنفعة المتحققة منها إلى آخره. طبعا عندي just as
Your decision to buy or lease a car affects your future financial situation. Similar decision on large scale affects company future. Incremental analysis identify the probable effects of that decision on future earning. وبالتالي لما يجي نتحدث عن قرار فيما يتعلق استئجار وشراء السيارة راح يأثر على قرارك المالي في المستقبل. ونفس القرارات هاي يمكن تطبيقها بشكل أكبر على الشركات. Large scale affect the company future. بمعنى إذا أنا بدي أقوم بشراء آلات أو استئجار آلات، وبالتالي راح تلاقي إنه في عندي معيار محاسبي بتحدث فيما يتعلق باستئجار الآلات، الغاية من ذلك أو الاستئجار بشكل عام. الغاية من ذلك لأنه بيلعب عندي دور كبير في هدف المنشأة، وبالإضافة فيما يتعلق بالعوائد future earnings في المستقبل. وبالتالي إذا بدي أتخذ قرار معين دون أخذ بعين الاعتبار تأثيره على المستقبل راح يكون عندي قرار خاطئ. وبالتالي such analysis inevitable involve estimate and uncertainty. Gathering data for incremental analysis may involve market analysts, engineers and accountants. وبالتالي انه عملية اتخاذ القرار لما يجي نحكي في incremental analysis، عملية اتخاذ القرار هي ليست فقط كمان عمليات مالية، كمان حدثنا انه احيانا بستند الى تحليل الاسواق، بالاضافة بستند على سبيل المثال لمحللين في الأسواق المالية، بالإضافة للمهندسين، بالإضافة للمحاسبين. In quantify the data، فمنيجي بنحكي هون the account must produce the most reliable information available. وبالتالي المحاسبين يجب أن يقوموا بعملية إنتاج أو توفير المعلومات الملائمة اللي بتناسبني في اتخاذ القرار، بسموها المعلومات الملائمة reliable information available. وبالتالي زي ما تحدثنا انه مجموعة اتخاذ او اتخاذ القرار للقرار الافضل او البديل الافضل مجموعة البدائل راح يمر معنا خلال هذا الفصل. طبعا في عندي نقطة بسيطة، how incremental analysis works، كيف بيشتغل معنا نظام بسموه التحليل التفاضلي. Incremental analysis works. The basic approach in incremental analysis is shown illustration 7.2. اذا من خلال الشكل اللي موضح عندي على الشاشة طبعا راح يمر معنا الآن كيف راح نوضح هاي الأمور بشكل تفصيلي. إذا خلينا نتعرف بشكل أفضل على تحليل التفاضلي. إذا this example compares alternative B with alternative A. The net income column show the differences between the alternatives. In this case, incremental revenue will be $15,000 less under alternative B than under alternative A, but $20,000 in incremental analysis or incremental cost saving will be realized. خلينا نجي بشكل أفضل ونقارن بين مجموعة البدائل. وبالتالي عندي البديل الأول وعندي البديل الثاني A and B. وبالتالي حكينا إنه بستند إما أحيانا للإيرادات والتكاليف، وأحيانا بستند لما الإيرادات أو التكاليف، لكن معطاك عندي في السؤال هون في عندي إيرادات وتكاليف. وبالتالي بدنا نشوف البديل الأفضل اللي بنعكس فيه تحقيق الربحية على المنشأة. وبالتالي عندي البديل الأول، كانت الإيرادات المتأتية عندي هي عبارة عن كم؟ 125,000. البديل الثاني هو عبارة عن 110,000. وبالتالي البديل الأول بعطيني إيرادات أكبر مقارنة بالبديل الثاني. وبالتالي مين يتعلق في الإيرادات؟ 110 ناقص 125 فبعطيني ماينس 15,000. وإحنا بنقارن البديل B مع البديل A، وبالتالي 110,000 ناقص 125,000 وبالتالي بعطيني 15,000. بمعنى إنه أنا إذا بقبل البديل B رح تنخفض إيراداتي بقيمة $15,000. طيب فيما يتعلق بالتكاليف رح تكون الآلية بالعكس. وبالتالي راح نشوف عندي في نظام التكاليف، إذا اخترت البديل A راح يكون في عندي تكاليف بقيمة $100,000، لكن قبولي للبديل نمبر أو القيمة البديل B راح يكون عندي تكاليف بقيمة $80,000. إذا بالحالة هاي إذا بقبل البديل B راح يكون في عندي انخفاض بالتكاليف، لأنه البديل الأول هو بديل A راح تكبر التكاليف بقيمة 100,000، لكن في البديل B بقيمة 80,000، وبالتالي راح أوفر 20,000 من التكاليف. وبالتالي لما أجي أقارن بالتكاليف راح أقول 100 ناقص 80 راح يكون عندي 20,000. وبالتالي أنا راح ينخفض عندي الإيرادات بقيمة 15,000 هون، لكن وفرت بالتكاليف بقيمة 20,000، وبالتالي صافي الدخل راح يرتفع عندي بقيمة 5,000. كيف طلعت معي؟
125 ناقص 100,000 25,000، 110,000 ناقص 80 30,000. إذا بقبل البديل A راح يكون صافي الدخل عندي 25,000، لكن قبولي للبديل B راح يكون عندي صافي الدخل 30,000، وبالتالي قبولي للبديل B راح يكون أفضل خيار. ليش؟ لأنه راح يرتفع عندي صافي الدخل بقيمة 5,000 دينار على الأقل، وبالتالي 25 ناقص 30 راح تلاقي أنه في عندي قبولي للبديل B راح يكون في عندي زيادة بقيمة 5,000 دولار، وبالتالي أنا بدي أقارن بين البدائل فبختار البديل B راح يحقق لي صافي دخل أعلى مقارنة بالبديل A. إذا هذا بشكل بسيط فيما يتعلق بالتحليل التفاضلي، إن كيف أقارن بين البدائل بالاستناد للتكاليف والإيرادات. وبالتالي في عندي بعض المصطلحات الجدا ضرورية نفهمها قبل بداية أو التعرف على أنواع التحليل التفاضلي. بداية في عندي مصطلحات Relevant Cost and Revenues، بسموها التكاليف الملائمة والإيرادات. وبنحكي عن Relevant Cost، التكاليف الملائمة، وكمان في عندي Relevant Revenues، الإيرادات الملائمة. وفي عندي مصطلح آخر Opportunity Cost، بسموها تكلفة الفرصة البديلة. وفي عندي Sunk Cost، التكلفة الغارقة. طبعا خلينا نتعرف على Relevant Cost and Relevant Revenues. In Incremental Analysis، في التحليل التفاضلي، the only factors to be considered are those costs and revenues that differ across iterative. بمعنى في التحليل التفاضلي العوامل المهمة أو فقط المتعلقة ما بين التكاليف والإيرادات اللي بإيش في المتعلقة ما بين البدائل. لما نيجي على سبيل المثال هون بالشكل إنه أخذت بعين الاعتبار الإيرادات والتكاليف ما بين البدائل، وبالتالي هاي المعلومات راح تكون هي relevant، بمعنى معلومات ملائمة. Relevant cost، تكاليف ملائمة أو إيرادات ملائمة. Those factors called relevant cost and revenues. Cost and revenues that not differ across alternatives can be ignored when trying to choose between alternatives. بمعنى لما يجي متعلق في التكاليف والإيرادات اللي ليست ليس فيها اختلاف ما بين مجموعة البدائل يتم تجاهلها بالكامل. ليش؟ لأن ما راح تساعدني في اتخاذ القرار. وراح يمر معنا خلال المحاضرات بشكل أفضل شو له علاقة باتخاذ القرار وليس له علاقة باتخاذ القرار. طبعا المصطلح الآخر هو يسمى opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة. Often in choosing one course of action the company must give up the opportunity benefits from some other courses of action. For example, if machine is used to make one type of product the benefit of making other type of a product with that machine is lost. The lost potential benefits referred as opportunity cost. بمعنى آخر، لما أختار أنا بديل من مجموعة من البدائل، على سبيل المثال لو اخترت البديل B وبالتالي راح يحقق لي صافي دخل 30,000 دولار، لكن في هاي اللحظة أنا شو فقدت؟ فقدت فرصة إن أقوم بتحقيق صافي دخل قيمته 25,000، وبالتالي هاي تسمى تكلفة الفرصة البديل، إن أختار بديل على بديل آخر. ليش؟ لأنه البديل اللي اخترته أنا على سبيل المثال بيعظم من إيراداتي أو بينسجم مع أهداف المنظمة. هاي النقطة الأساسية، وبالتالي الـ opportunity cost هي التخلي عن فرصة أو التخلي عن بديل مقابل بديل آخر، وبالتالي أنا فقدت فرصة إن أحقق إيرادات بقيمة 25,000 دولار. زي ما أعطانا هون في السؤال، if machine is used، على سبيل المثال آلة تستخدم لإنتاج نوع معين من المنتجات، الفائدة the benefit of making other type of a product with that machine is lost. بمعنى أنه الفائدة من عملية إنتاج نوع آخر من المنتجات بعد تلك الآلية أو تلك المآلة أنا راح أفقدها. ليش؟ لأنه الآلة بس بتقوم بإنتاج منتج واحد، ما بتقوم بإنتاج أكثر من منتج. هاي النقطة الأساسية اللي نتحدث عنها opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة، التخلي عن بديل مقابل بديل آخر. بالإضافة عندي sunk cost، التكلفة الغارقة، cost that have already been incurred and will not be changed or avoided by any present or future decision are referred to as sunk cost. وبالتالي التكاليف اللي تم تكبدها incurred ولا يمكن تغييرها or avoided by any present or future، وبالتالي لا يمكن تجنبها في الوضع الحالي أو في المستقبل قرارات المستقبلية، وبالتالي تعتبر تكلفة غارقة. For example, the amount you spend in the past to purchase or repair a laptop
should have no bearing in your decision whether to buy a new laptop. Sunk costs are not relevant costs. وبمعنى التكلفة الغارقة ليست تكلفة أو ليست مناسبة لاتخاذ القرار. طيب بمعنى آخر، لما أقوم أنا بشراء جهاز لابتوب وأقوم باستخدامه وبعد ذلك تعطل الجهاز بحاجة لاستبدال بطارية معينة، وبالتالي أنا قمت باستبدال البطارية، ولما أجي أقرر بعد استبدال البطارية أقرر أبيعه، تكلفة صيانة الجهاز أو استبدال البطارية يجب أن لا تؤخذ بعين الاعتبار. الغاية من ذلك لأنها تعتبر تكلفة غارقة ولا تناسب اتخاذ القرار، لأنه أنا على جميع الجهات قمت بإصلاحه. بمعنى آخر، أحد الأشخاص عنده جهاز خلوي، جهاز موبايل، وعلى سبيل المثال قرر يبيع هذا الجهاز بعد استخدامه لمدة سنة. تكلفة الشراء هي 200 دينار، وحاليا بسوى كونه مستخدم 100 دينار. قبل ما بيعه خلال أسبوع وقع الجهاز وانكسر الشاشة، وبالتالي أنا تكبت تكاليف إصلاح بقيمة 50 دينار فيما يتعلق بإصلاح الجهاز. وبالتالي لما أجي أبيع الجهاز ما رح أبيعه 150، رح أرجع أبيعه بسعر 100 دينار، لكن بيجي أحد الأشخاص بقول أنا دفعت عليه 50 دينار هو تكاليف إصلاح، هاي تعتبر تكلفة غارقة غير مناسبة لاتخاذ القرار. على سبيل المثال، إذا لم أقم بإصلاحه هل هناك شخص يرغب بشراء جهاز مكسور أو معطل؟ لا. وبالتالي هاي التكلفة اللي دفعتها التكاليف في عملية الإصلاح لا تناسب اتخاذ القرار، وبالتالي أنا مجبور أن أصلح الجهاز حتى أقدر أبيعه في المستقبل بسعر 100 دينار. هاي النقطة من التكاليف الغارقة، أنه في عندي بعض التكاليف ما بتناسبني في اتخاذ القرار، لأن التكاليف لا يمكن أو شيء يمكن تكبدها أو لا يمكن تغيرها في الوضع الحالي أو في المستقبل، وبالتالي يتم استبعادها أثناء المفاضلة ما بين البدائل. هذا بشكل بسيط فيما يتعلق في التحليل التفاضلي. طيب في عندي qualitative factors اللي حكينا عنها قبل قليل، في عندي عوامل سميناها عوامل نوعية. In this chapter we focus primarily on the quantitative factors that affect a decision. Those attributes that can be easily expressed in terms of number of dollars. بمعنى انه خلال هذا الفصل ما راح نركز على qualitative factors في المحاسبة الإدارية، هون في موضوعنا خلال هذا الفصل راح نركز على quantitative factors بمعنى على العوامل الكمية، والغاية من ذلك لأنه آلية قياسها بتكون أسهل. بشكل عام في عندي مبدأ الوحدة النقدية، بمعنى أن لما أقوم بقياس أصول المنشأة أو على سبيل المثال العمليات اللي بتصير داخل المنشأة، أنا بستخدم وحدة نقدية على سبيل المثال الدينار أو الدولار أو أي عملة أخرى. الغاية من ذلك لحتى يكون عملية القياس عندي أسهل، لكن في الـ quantitative factors عملية جدا بتكون صعبة في عملية القياس. وبالتالي إحنا خلال الفصل هذا رح نتحدث عن الـ quantitative وليس الـ qualitative. However, many of the decisions involved in incremental analysis have important qualitative features. Those that are not easily measured, they should not be ignored. نقطة أساسية إنه كثير في عندي قرارات متعلقة بالتحليل التفاضلي تستند إلى التحليل أو العوامل أو الخصائص النوعية، وبالتالي المشكلة عندي دائما هي عملية القياس. عملية القياس إن أحولها لعملة نقدية بالقياس بأساس نقدي بتكون عملية جدا صعبة، وبالتالي يجب عدم إهمالها أثناء اتخاذ القرار. أحيانا الشركات بتقوم على سبيل المثال باختيار مجموعة من البدائل. أحد على سبيل المثال لو افترضنا إنه في عند المنشآت بتقوم باستخراج على سبيل المثال الفحم الحجري من أحد المناطق الجبلية، أحيانا بتكون هذا المنشأ أو هذا المشروع بكون جدا مربح، لكن الشركة بتقوم بالإيقاف. ليش؟ الغاية منه إنه في عندي qualitative factors مثل فيما يتعلق في البيئة، حماية البيئة، عندي جزء من البيئة جزء مهم، بالإضافة لما نتحدث حاليا في التغير المناخي هذا يعتبر جزء كبير، وبالتالي شركات أحيانا بتكبد تكاليف إضافية في مجال الحفاظ على المناخ، وبالتالي اللي يجب عدم إهمال هاي الخصائص أو العوامل النوعية. لكن احنا خلال محاضراتنا راح نركز على quantitative factors، نحكي على العوامل الكمية لانه عملية القياس لها بتكون اسهل. وعلى سبيل المثال معطيني consider for example the potential effects of the make or buy decision or the decision to eliminate a line business in existing employees and the community in which the plant is located. The cost saving that may be obtained from outsourcing or
from eliminating the plan should be weighted against these qualitative attributes. نقدر نحكي بشكل عام انه هون على سبيل المثال تأثير احتمالية تأثير تصنيع او قرار على سبيل المثال شراء فيما يتعلق او الغاء خط انتاجي موجود بيشتغل العاملين فيما يتعلق في منطقة معينة. طبعا لما يجي نشتغل على موضوع الانكريمنتال اناليسيس ونيجي نتعلق في عملية تصنيع او انتاج، احيانا لو افترضنا انه انا عندي مصنع بيقوم بانتاج بشكل كبير ومنتجاته بيستند على العمالة الموجودة عندي بشكل كبير، وبالتالي إذا أنا بدي أقوم بإلغاء لقيت إنه هذا القسم أحيانا غير مربح بشكل كافي وقمت بإلغاء هذا القسم، بالتالي في عندي جزء كبير من العاملين راح يفقدوا وظائفهم، وبالتالي هون سنتحدث عن إيش، عن qualitative factors، عن العوامل الكمية، عن العوامل النوعية sorry. وبالتالي أحيانا بعض الشركات بتفكس كمان على الجوانب اللي متعلقة في العمالة اللي عندها، وبالتالي الغاية منها حتى يكون في عندي إرضاء للعمالة، وبالتالي هاي دور الشركات ودورها في مسؤولية الاجتماعية في متعلق ضمن داخل الشركة وخارج الشركة. وعلى سبيل المثال بالاستناد على سبيل المثال من خلال الاطلاع، لو جينا على الشركة اللي بتقوم بإنتاج لأحدى شركة نايكي، شركة بشكل كبير تستند على الأوتسورسينج. طبعا لما يجي نحكي على الأوتسورسينج موضوع جدا كبير، بمعنى اني استند على مصادر خارجية. فعلى سبيل المثال شركة نايكي هي ما بتقوم فعليا بتصنيع الأحذية، هي بتقوم بعملية تصميم على سبيل المثال وانتاج موديلات معينة، بتقوم بإرسال هاي الموديلات إلى شركات في دول أخرى بتلاقيها في فيتنام أو على سبيل المثال في الصين أو في سنغافورة أو في هونغ كونغ، وبتقوم بإنتاج هاي الأحذية، وبالتالي هم بتقوم بتعاملوا مع شركات أخرى في عملية الإنتاج. وبالتالي في حال أن الشركة صارت عندها مشكلة مالية وما بتقوم بالإنتاج، بالحالة هاي ما راح تكبل تكاليف. ليش؟ لأنها تستند بشكل كبير على الأوتسورسينج، وبالتالي تم إيقاف عملية الإنتاج عندي بشكل كامل. وبالتالي يجب أخذ بعين الاعتبار عندي qualitative factors or attributes، الخصائص النوعية. طبعا عندنا الدور كمان بيجي بسموه moral، أخلاق. بيجي على سبيل المثال one example would be the cost of loss more than my result. على سبيل المثال في عندي chainsaw، عندي Dunlop was called turnaround artist who went to many companies identifying inefficient using incremental analysis techniques and try to correct these problems to improve a corporate profitability. Along the way he lead off thousands of employees and numerous companies as the head of Sunbeam. It was all Dunlop who lost his job because his dark approach failed to improve some probability. It was reported that Sunbeam employees rejoiced for days after his departure. على سبيل المثال معطينا هون مثال بسيط فيما يتعلق بأحد الشركات. إذن هون مثال بتحدث بشكل كبير إنه أحد الأشخاص كان عنده آلية إنه على سبيل المثال من خلال يسعى لتحسين الربحية باستخدام using incremental analysis technique، باستخدام التحليل التفاضلي تحدثنا عنه قبل قليل، وبالتالي كان عنده إيش، حتى يقوم بتحسين ربحية المنشآت قام بتسريح وظائف لأشخاص بشكل كبير جدا. thousands of employees he laid off thousands of employees numerous companies، في شركات متعددة، لكن هاي الطريقة أدت إلى خسارته هو وظيفته شخصيا. ليش؟ لأنه هاي الوظيفة أو هاي الآلية ما حسنت من ربحية الشركة، وبالتالي approach failed to improve Sunbeam profitability. It was reported that Sunbeam employees openly rejoiced for days after his departure. وبالتالي زي ما تحدثنا ابتهجوا علي أنه في عندي سياسة ابتهجوها أو اتبعوها في شركة Sunbeam بعد أيام من إيش؟ من مغادرته، وكانت عندي الأساس اللي قام عليه عندي العوامل النوعية وليست العوامل الكمية. دائما عندي مشكلة إنه عملية قياس qualitative factors عملية جدا صعبة، وبالتالي إذا بدي أستند دائما بشكل كبير على العوامل النوعية وبالتالي العوامل الكمية ما راح تعطيني أحيانا قيمة صحيحة في اتخاذ القرارات. وبالتالي يجب الموازنة ما بين qualitative factors بالإضافة quantitative factors.
عندي relation of incremental assets and activity based costing، هذا بتحدث عنه في الفصل الرابع لكن غير مطالبين هسه حاليا فيه. عندي types of incremental analysis، عندي انواع التحليل التفاضلي، راح اتحدث عنها بشكل افضل في المحاضرات القادمه باذن الله، لكن عندي الانواع هي بشكل بسيط. A number of different types of decision involved in incremental analysis. The more common types of decision are whether to. في عندي انواع متعدده من اتخاذ القرارات المتعلقه بالتحليل التفاضلي. عندي النقطه الاولى accept an order at special price، انه قبول امر انتاجي عند سعر خاص. عندي make or buy component part or finished products، بمعنى ان اقوم بعمليه تصنيع او شراء الاجزاء او شراء المنتجات تمت الصنع. هذه القرارات راح نقوم بالتعرف عليها بشكل تفصيلي. بالاضافه عندي sell products or proceed them further، بمعنى ان اقوم ببيع المنتجات او اقوم بعمليه معالجه اضافيه لهي المنتجات وبالتالي بيعها في مرحله لاحقه. عندي النوع الاخر او الرابع من انواع التحليل التفاضلي repair retain or replace equipment، بمعنى اصلاح او الابقاء، الاحتفاظ معنى retain or replace equipment بمعنى استبدال المعدات. والنوع الاخير من الانواع التحليل التفاضلي eliminate an unprofitable business segment or product، بمعنى الغاء او بمعنى حذف الاقسام الداخل الشركه الغير مربحه او المنتجات الغير مربحه. طبعا راح اتعرف عليهم بجانب تفصيلي بشكل اكبر في المحاضرات القادمه باذن الله. اذا الى هنا بتنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن المشاهده.